نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ يقولون أنا سمعت من يعني من شخص إنه يقول الأعراف يقول إنه سور بين الجنة والنار. إيه نعم. يقول يمكثون فيه يعني عدد من السنين مثلا. نعم، الناس إذا كان يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون يدخلون الجنة، وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء مستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون إلى الجنة، وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء، فهؤلاء هم أهل الأعراف، ليس من أهل النار وليس من أهل الجنة، بل هم في مكان برزخ عال مرتفع يرون النار ويرون الجنة، يبقون فيه ما شاء الله، وفي النهاية يدخلون الجنة، في النهاية يدخلون الجنة. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن أعطى كل إنسان ما يستحق، فمن ترجحت حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجحت سيئاته عذب في النار بما شاء الله، ومن كان من كانت حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف، لكنها أي الأعراف ليست مستقرا دائما، المستقر إما الجنة وإما النار، جعلها الله وإياكم من أهل الجنة.